الكوارث الطبيعية مفهومة، مفهوم إنه يجي زلزال أو عاصفة أو إعصار، إنما لما 250 بيت يتحرقوا في غمضة عين شيء يجب أن نتوقف عنده. معنا على التليفون السيد عبد الرحيم الشنديدي، أحد أهالي قرية الإمام مالك وأحد من شاهدوا المأساة ويعيشوها أيضا. السيد عبد الرحيم، أهلا بيك. اهلا بك يا فندم. يعني عزقنا وغضبنا واستياءنا بنشاركه في كل اللي حصل امبارح، كان الله في العون. الله يكرمك يا فندم. ايه اللي حصل سيد عبد الرحيم؟ اولا يا فندم، احنا سبب الحريق يا فندم مش فرن، احنا سبب حريق ماس كهربائي. يعني التحقيقات لسه مستمره. لا لا لا، احنا ماس كهربائي، احنا معنا شهود عيان بكذلك، احنا معنا 8 شهود عيان على لان هو ماس كهربائي. ايوه يا فندم. ماس واحنا كهربائي عندنا يعني غير ما يعني غير مقصود يعني. لا غير مقصود طبعا، غير مقصود. بس طبعا احنا عندنا 100 بالظبط على بالحصر 190 منزل. 190 منزل من قريتكم، من قريه الامام مالك. الحريقه اتنقلت ازاي وازاي يعني ما تمش احتوائها؟ ما هو حضرتك يا فندم، احنا الجو طبعا كان الجو كان غير طبيعي، صحيح. الهواء كان شديد، واحنا عندنا طبعا القريه ارياف، وطبعا كان عندنا محصول الجمح في البيوت، فيها تبن وفيها جش وفيها الكلام ده، مما ساعد على اشتعال الحريق. وطبعا لما اقرب مطافي جات لنا، طبعا كانت مطافي، طبعا جات لنا مطافي النوبريه، وبعد كده مطافي الوادي، وبعدين الجيش بعت لنا مطافي من البريجات من مركز بدر. طب والحيوانات النافقه ما قدرتوش تطلعوا؟ يعني انا يا فندم، كارثه. طب سرعه الحريقه كانت شديده علينا، احنا الحيوانات ما قدرناش، اللي قدرنا نطلعوه واللي ما قدرناش نطلعوه خلاص، يعني الحريقه كانت يعني لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول دلوقتي ولا قوه. الناس عامله ايه في اللحظه دي؟ يعني منتظرين ايه عشان الحياه تعود تدريجيا؟ الناس مستنظرين ان في بيوت انهدمت، في بيوت راحت، يعني في بيوت، في ناس قاعده في الشوارع، في ناس طلعت من ما فيش غير الهدمه، الهدوم اللي لابساها والجلابيه اللي لابساها، في ناس هدومها راحت وحاجتها راحت، وحتى الخزين البيت من رز ومن غله ومن كل ده راح. والمحافظه وعندنا او عندنا 10 عرايس، يعني في ناس كانت مجهزه، اللي مجهز بنته كل ده راح، يعني عندنا 8 حالات بالطريقه دي، 8 طيب. حالات عرايس غير من 190. طب ايه نوع المساعدات اللي جات لكم سواء من المحافظه او اللي انتوا قدمتوها لبعض؟ النهارده احنا طبعا بعض القرى المجاوره بعتت مساعدات، والنهارده الجيش كان عندنا فيه مساعدات، وعندنا رئيس القطاع الصحه الاراضي الدكتور مجدي بيومي بايت معانا من امبارح هنا في القريه، في قريه الامام مالك، وراح للمحافظ وجاب لنا بعض الحاجه، منها ما كانش عندنا سياره مطافي ولا عربيه اسعاف، من النهارده طلع لهم قرار عندنا سياره مطافي وعربيه اسعاف في المنطقه. طيب القرى المجاوره ساعدتكم ازاي؟ مساعدات اهالي من البيوت، يعني بعض الفلوس النقديه، بعض المساعدات الاغذيه من رز وسكر وزيت والحاجات دي يعني. معلش ما تاخذنيش، انا عمري ما زرت قريه الامام مالك، بس البيوت اللي ظاهره في الصوره دي من مبنيه من الطوب، يعني ما هياش بيوت طين. المكان بتاع البيوت حضرتك يعني في مكان منحدر تحت الطريق اعلى منه. لا انا قصدي انه لو كانت البيوت طين كانت الخسائر هتبقى اكبر بكتير، قصدي ده كتير طبعا.